bazı miro dizoynin. La la. La la alikhoy. Live bir. Kalb kamera. Kalb o kamera khoy. Kalb o kamera khoy, kalb o kamera. Selam aleykum. حبابنا الموس عليكم اللايف على خف لعب ثاني اللايف المقر ديال عادل الميرو ديال البلاصه ديال لونطريمون. ها اخوتي مرحبا والف مرحبا. دخلوا عندي ها المية كاينه زيد. اعطيني 1000 ديالي 1000 خليني نبهدل لكم مع ولاد الكلاب. عادك ولاد الكلاب اللي كيتشراو في هاد البلاد السعيده هادي راك علينا نبهدلو امهم. حنا ما عندنا ما نديرو حتى حاجه راك علينا نبهدلو امهم. وهذا هو الربا عندي انا. كل ما بهدلت لك بنادم كل مزيان عندي. مرحبا خوتي زيدو 400 بقى والو 1000 يلا 1000 ديالي. مرحبا فينا السي عادل راه حدك خويا حمزه الحبيب. موت عليك تحيه خويا عادل راك عزيز بزاف مع خويا ياسين. موت عليك خويا عادل. انا زوج لدوي على عاودي على لي دو 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 سون على لير دوا لير داو لير داو بميتين لير داو بميتين درهم. سحب ميتين درهم انا نعذب موم دابا فهمتي. انا عندي غنبهدلهم ميتين درهم سالات يا ولد الكلب سالات ميتين درهم وسالات 500 درهم وسالات العرادة. وعرضوا على خسك وعرضوا على امك وجابوهم وكلهم عطاهم الطعام وبوكسوهم وفركسهم وكلشي سالة. مك هي كطلب وخصك هي كطلب وانت هو كطلب و 200 درهم سالات كيجيسك. يلا خويا عطيني هذا اصحاب 200 درهم. هذا كلاب الضاله تخليوا ولاد الكلاب تخليوا ولاد الشعب بحالو كيتمحلوا مساكن دابزين ولاد الشعب دابزين على دابزين على الغلا. كلشي الفوق كلشي طالع هادشي باش تبقاو نتوما على خاطركم. ديتو 200 درهم وسالات وعاد كتزيدوني في شي هضره بعدا كتقتسالي معايا بالهضره. واشي انت انا راه راجل على امك يا الكلب. انا راه راجل وربي عاطيني القوه باش كنهضر وباش كنتكلم فهمتيني بلا سعايه. انا شوف داير اللايف في الفيسبوك داير في لاباج ما دايرش بالسعايه بالادسنس ولا في اليوتيوب فهمتيني. وانا حلفت ما نبقى ندير اللايف من اليوتيوب حلفت باش عرفوني انا ماشي سعايه السعايه. الله هضر لامك انا نعذب امك اليوم بلا تيدخل عندي خوتي الواعرين بعدا خوتي الزوينين خوتي الله يعمرها دار كيعجبوني بعدا كيبقى يقول لي عطي لمهم عطي لبنادم كاين عطي لبنادم. زيد اخوتي 800 بقى ساعه 200 على 1000 خباين بلبله. واش بغيتوني بلبله؟ والله سين بلبله بالله الحقيقه في دقيقه. انا راه مكعارفين انتوما انا راه ما على بالي بتا واحد. هذا هو الفري. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا عادير خويا محمد بالله الله يحفظك السلام الله يكبر بيك. دريس تحبوش الله يحفظك التحيه خويا عادل منور الله ينور خويا دريس راك عزيز وغالي. نسحب هادي كل شيء ديال الله راك تما. عبد الصمد الحر وتبقى ديما حر اخويا عبد الصمد. خويا يوسف خويا يوسف الحسناوي خويا عادل انا مزوج لدوي على اللي رضاو ب 200 درهم كاين اخويا يوسف الله تنبهدلهم لك بالله. خوتي ها 900 بقى 900 1000 ما بقى والو. تحيه خويا عادل الله يكبر بك. نسحب عادل كل شيء ديال الله. نموت عليكم السلام خويا عادل الله يعطيكم العز. سي عادل الزين الله يكبر بيك. ناس باب برد توحشنا لك كلشي ديال الله. خويا يوسف لوصاف الله الا توحشنا زين الباب برد كاع وكاع. هاي 923 عطوني 1000 ما بقى والو 1000 ما بقى والو. تحياتي السي عادل الله يكبر خويا عادل. الناس باب برد نموت عليكم 1000 ديالي ما بقى والو بقى والو البلباله. عندنا السهلي خويا عادل الميلودي فوقاش الجديد مع الساتي قريب ان شاء الله. اللي مع الساتي تا هو قريب ومع الشيخ الطراك تا هو قريب. وكاين الجديد اللي كاين السيمانه الجايه هو ديال ضعتي في الحب. تا هو صوره وصدعتي في الحب من مورا كاين الشيخ الطراكس من مور الشيخ الطراكس كاين عبد العزيز الساسي منعور عبد العزيز الساسي عاوتاني عادل الميلودي الحقيقه في الدقيقه والبلباله. هذا هو الفري عادل الله يحفظك خويا العزيز الله يكبر بك خويا عادل ديال الله الله يحفظك ليا. كاينه من البي دي هما يكون كريم خويا الله يكبر بك. خوتي راه ما بقى والو الالف باغي نبلبل عطوني 1000 خليني نغوت 1000 نبلبله 1000 دابا تسمع الغوات من هنا من هنا الغوات. السلام عليكم شي حاجه ما نعرف والله يا امهم تنفرشهم اقسم بالله الا كاينه على الفرشه الحقيقه في الدقيقه. انا والله ما على بالي على بالي عاب الفرشه انها الفرشه يا الساده. هذا هو الفري
مرحبا ما بقى والو، بقى والو، بقى والو، بقى والو. دابا 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 80 يا هذيك 80 80 80 83 زيد 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 1000 1000 1000 95 1000 1000 ناري ناري بقى ولا والو 100 1000 1004 ديالي. السلام عليكم خوتي، دابا عاد غنبداو نعطيكم الخاصح والحقيقه في الدقيقه خوتي. السلام عليكم الموس عليكم. غنبداو اول حاجه باش غنبداو غنبداو بالناس ديال الهاشتاغ، الناس ديال الهاشتاغ مرحبا، كملوا على الهاشتاغ ديالكم. 7 دراهم المازوت، 8 دراهم ليسونس، داكشي اللي بغيتو تقولوا قولوا من حقكم. وهذه انا واحد من ولا مع ولاد الشعب كنقول لكم الحقيقه في الدقيقه. غير نقول لكم خوتي المغاربه، خواتي المغربيات، ما تبقاوش تيقوا في دوك صحاب الادسنس. اي واحد كيهضر على الشعب المغربي كيصور فلوس من الادسنس، عرفوا هذا كيدبر على راسو من الادسنس، وانتم دير لكم وسيله وطريقه. هذه وحده. ثاني حاجه، حنا كشعب الله يعمر دار مغربي كيخصنا نديروا حاجه وحده اللي هي نتحدوا عليها كاملين، هو اننا نبقاو كي كنا دابا بحال دابا. الهاشتاغات معززين المكرم، ما ندابزو ما نعيرو رئيس حكومه، ما ندابزو مع رئيس حكومه، ما نديرو حتى شي حاجه. داكشي الحمد لله سير، هذاك راه غير رئيس، داكشي هذاك انسان رئيس حكومه وزير، ماشي ماشي شي حاجه. اعوذ بالله من الشيطان، ماشي اله، راه غير وزير. راه نتوما الشعب اللي درتوه، نتوما تقدروا تحيدوه عادي. حنا كنهضروا على رئيس حكومه، حنا ما كنهضرش على شخص اللي هو السي عبد العزيز اخنوت، ما عندنا به حتى علاقه. الله يعمر ليه الدار، هو الله يخليه هو ووليداته والمراه ديالو، الله يسهل عليهم، الله يزيدهم. غير هو الشعب المغربي ما عاجبوش هاد الزيادات. وزيد واحد ما بغيت نقول لك اخويا عبد العزيز، سفرت فيهم واحد القضيه، راه الشعب راه ماشي حاقد عليك، الشعب راه حاقد على الزياده. عرفتي علاش حاقد؟ دابا انت علاش غيحقد عليك؟ مثلا شنو دير ليه؟ ما درتي لي حتى شي حاجه. اللي درتي لي هو انك زدتي في الاسعار والمحروقات ديالك. وعاد نزيدك السي عبد العزيز، هو ان غير يعني في 2020 ديك الخزان ديالك اللي خزنتي فيه بزاف ديال المازوط، ها انت كتخرجيو دابا في 2020 2022 بقات باقي كتقول انا مشيت للحرب. دابا شي كلشي ارباح ديك، راه شوف الشعب كيعايق بهذا الشيء. هذا راه هذا راه من حقه يهضر، راه الشعب المغربي من حقه يهضر فقط، هذا الشيء اللي كاين. حنا ما عندنا حتى علاقه بشي حاجه وحده اخرى. حنا ما علاش ما عندناش علاش غنكرهوكش، بينا وبينك السي عبد العزيز ما بينا وبينك، الله يعمر لك الدار، انسان بخير وعلى خير. غير هو اللي كاين هو الشعب، خاصو الحق ديالو ومن حقه، لان سيدنا الله ينصره هو براسه قال لك انا واحد الانسان ما كنثقش بالسياسيين. قالها في واحد الخطاب، قال لك سيدي بانه لا يثق في السياسيين، ما كاينش، فهمتيني؟ وقال لك سيدي المغرب عنده النساء ديالو، عنده الرجال ديالو، وهو فهمتي كيبغي يكونوا يعني واخدين واحد 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 بلاصه زوينه. اذا من حقهم ومن حقه هو يقول هذا الكلام هذا. اذا كيفاش بغيتي هذا الشعب هذا يامن ولا غيقول بان راه بصح الهضره اللي كتقولها راه كاينه؟ حاجه وحده اللي كاينه مع هذا الشعب هذا اللي هو الله عمر دار. شوف الشعب المغربي خويا نموت عليك، الشعب المغربي كنهضرش على المنافق، انا كنعاود حيت اخوتي خوتي المغاربه، نزيدكم واحد القضيه، اقسم بالله وبراس ولادي والله يعطيني شي مصيبه الا كاينين شي وحدين في هذه البلاد السعيده، راه هما اللي خارجين علينا حنا كاملين. هذا هو الواقع، راه هما اللي خلاو الناس يزيدوا، هما اللي دايرين الفتنه، وهما راه بزاف بزاف منهم عادات، فهمتيني؟ منهم عدد اللي قلنا شي وحدين مقوت انني كنقصحهم، فهمتيني؟ ولاو كيبغاو يدابزوا معايا. انا راه ما عندك ما عاد تصور ما عندي باش نزيد، كان راه ما على بالي شي داك داك اليوتيوب اللي غاتسينياليني منه، فهمتيني؟ ما كندخلش ليه، ما عنديش معاه، انا عندي معاك سينياليني من هنا، سينيالي في خاطرك هنا، سينيالي سير غدا في الصباح، ما على باليش، ولكن ما غنبهدل امك وغنفرشك قدام العالم. غتفرش قدام العالم امام الملا، وغتفرش وغتفرش معزاز مكرم، ما عنديش غرام ديال المشكل الفرشه، حيت هذا هو عادل الميلودي. عادل الميلودي كتعقلوا عليه شحال هذيك، فهمتي؟ قلتوا صافي عادل الميلودي راه برد، راه صافي، راه لا، عادل يعود من جديد ليقذف على ولد الكلاب من بعيد، فهمتيني؟ هذا هو عادل الميلودي، معروف عليه هذه القضيه هذه. سمعتوا الجديد ديال المهمات ولا ما سمعتوش الجديد ديال المهمات؟ وي لا بغيتيه تكون مهني، خد ميمه ربع عينيك، هي تخدم وانت تبنيك، من ولات غير خطيه، لا داز زين حني، عطي الاولويه، انا بعدا كتعجبني، تكون كبيره عليا وناني ناني ناني نانيك، ويلي ويلي ويلي، زيدي 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 زيديك، ولا نضرب يديك. واه يا خوتي، ياه، وهادشي ديال اخوتي الحبيب، نموت على الحبيب خوتي ديدي داكات. هذا كادر كادر القادري خويا، قادر تم قدور بعدا خويا قادر، قال لك انا موسخ، واش عمتي قدي؟ نتحداك دابا قدام هاد الناس، الا عمتي انت قدي انا نموت انا دابا، فهمتيني؟ انا كندير جوج دويشات في النهار،
وحده مني كان فيق وحده مني من المور فاش كان تريني. وانت شنو كدير؟ كتغسل حتى الباقي بجانبتك، حتى كطلع على المسخ المقلق باقا وخصك باقا بجانبها ديالها هي الكلب. تطلع عليا انا راه نعذب امك، انا مسخ ونعذب امك. الحمد لله مسخ، فهمتيني مسخ ما ما لاباس علي اخوك، هو لاباس علي فهمتيني، مسخ الاموال ويخرق على عباد الله واللي داز ندبر عليهم على بالي والعالم كيعيش معايا الحمد لله. هذا من فضل ربي، الرزق ديال الله سبحانه وتعالى، ماشي ديال العبد المسخ. سمعتينا سي كادر القادر قادر، انت مسخ اكبر مسخ تاع بلا مقدور، انت مسخ مزيان، المسخ المقلق المبهدل السعاي اللي مصيفط اختك تدبر عليك باش تهضر معايا. الله يعطي لامك العذاب الالم. سير يا الكلب سير، الله ينعلم امك الجدود بلا حدود. هي من عندي هذاك يا ولد العاهره، يا ولد المسخه، اختك مسخه وامك مسخه، دير فيهم اخر يا ولد الكلب فهمتيني. وباش كتسالي معايا حنا المغاربه، انت بعدا من حشومه تقول انا مغربي، انت شوهتي بالمغاربه والمغربيات، شوهتي بالزين المغربي، وشوهتي بالعيالات المغربيات، وشوهتي بالاسره المغربيه، وشوهتي براسك انت الاول المسخ المقلق. لامك العذاب الالم. تحيه من سلا وليد سلا خويا الديل، ديما وليد سلا خويا ماجد الله يكبر بك. محمد بن معزوز الله ينصرك ليا. القاصح اخويا عادل، عدنان السالي خويا عدنان السالي، توحشك اخويا عدنان الموت عليك. انت اخويا عدنان راه كتشوف هاد الكلاب هادو، ما فهمتش انا حاجه وحده، غنشوف هاد المسخ. اسمعني المسخ، هادشي كادر، هادشي كادر المسخ، اسمعني مزيان. انا واحد الانسان الله سبحانه وتعالى ربي عاطيني القدره باش انني نتكلم غير مرة كان باش كنهضر، انا كنهضر على ود اختك وعلى ود امك. اشيش كنهضر انا؟ انا كنهضر غير باش نفيقك يا الكلب، فهمتيني. راه ماشي كنهضر انا محتاج لشي حاجه ولا خاصك تسنى شي واحد يعطيني شي حاجه، راه ما كنتسنى حتى شي واحد. راه شو انا داير اللايف راه ما مخلص فيه، عا كنهضر باش نزيدك باش نفهمك باش تعرفني راني نقي على امك وعلى بوك يا الكلب. انا راه كنفيقك وكنفيق عدد منك يا المجرم يا 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 المعتوه. لان انا ملي وليت كنشوف انا هاد الصحابه ديال دابا حتى واحد ما بقى يهضر، ما كيهضر حتى واحد. وتا صحابه ما كتهضر، كتهضر شوف ديفي راه كتهضر في المشاكل. جات شي فاطمه البقرات قال كان فيها المشاكل. يا ايه مع اكس وان وسميتو ولد شينويه مع حريوده وسميتو وندى حسي مع نزار ونزار مع غيتا، وهادشي اللي كتقلبي عليهم هي المشكله، هي الخراجه، هي المبهدله. هادشي اش كتقلبي لامك انت ما باغا ديري حتى شي حاجه في الحياه ديالك. والله يا امك تنعذبك فهمتيني، والنهار اللي علقاك عاف شي بلاصه غنبهدلك قدام العالم، غنبهدلك، غنقول كنبهدلك، غنبهدلك ثقي بي قدام العالم. انا غنقول لا فوق داكشي اللي عندي كنقولو، انا راه ماشي مزيان باش نعجبك، انا اللي عندي كنقولو وكنقول فاص. انا راه ماشي كنضرك، انا راه ماشي كنضرك مرمور عباد الله ونخلصهم ونقول لهم قولوا العادل راه من هكا ولا هاك. انت قول عادل راه عنده واحد الولد كاين هاد جي في ولاد سيدي بوغابه ولا سير قولي لهم اللي بغيتي، جيبي لهم الطحانات وجيبي لهم الخبازات وجيبي لهم الكسالات وجيبي لهم الحلاقات وجيبي لهم الشود، زعما الشود يا بنت الكلب. وما عند امك فين عاد ترقدي، والله يا امك ما عندك فين عاد ترقدي بالله، انت ودوك دوك الحرايميين، والله يا امكم ما عندكم فين ترقدوا كاملين. يا فاطمه البقره، فاطمه البقره ويا الورده وعليك يطيح الخرا. ها فاطمة البقرة يا الله بوزي عزاد، والله يا موسى نبهدلك. انا راه كل لايف عندي معاك به، كل لايف كل لايف عندي، لانك انت جبدتيني شي قال دوك الناس قال لي دبرتي. انا بغيتك تهضري، كنتمنى تهضري باش نجبد لك دوك الناس اللي دبرت عليهم كاملين. الحمد لله هما معايا دابا كاملين، كاملين ندموا طلع عليهم الدم. خويا عادي سمح لينا، راه فاطمة الزهراء دبرت علينا وقالت لينا قول، راه حنا كنقولوا كاملين كاينين كاملين. تقولي باش هبطيني انا باش شريها ليا مع ولاد الشعب، شاريها ليا مع ولاد الشعب باش انا نسكت، لانه ما ديال شي وحدين من الحكومه مدبرين عليك، مدبرين عليك باش تقمعيني انا تسكتيني وتخليهم صافي ديروا وما ديروا حتى حاجه. في الاخر انا اللي غنهضر فهمتيني، لان انا معلق بسيدي ربي والمعلقه بسيدي ربي عمرها ما كطيح وكيجيسك. يا الله فاطمه الخرا، والله يا امك تتبهدلي، وراه ما تصوري امك في 200 درهمات الكذابه الاخرى. زيد حتى سيدي بوزيد خويا سعد الزهواني، راك زهواني من عند خويا مصطفى، تحيه من العطا وليدات العطاويه كاع وكاع الموت عليكم من الحداده الحداده
وناس العطاوي اخويا عادي العزيز حياتي من الدكواله سيدي بن نور خالد بن نور وراك بن نور ومنور وليد الدكواله نموت عليكم. سمعتوني اخوتي راه تيبقى فيا الحال راه كيبقى فيا المكان. شوف راه كما كنقول لكم راه كل عشيه في هذه الوقيته هذه عندي لايف، كل عشيه في هذه الوقيته عندي لايف معزز مكرم، غادي نهضر على من على هذوك اللي خداو 200 درهم، على هذوك اللي كتشراو في هذه البلاد السعيده، كنهضر على ولاد الشعب الفقراء. انا واحد الانسان كنموت على الفقراء، انا انسان كنموت على، انا راه ما عندي فن، انا مع الفقراء مع الفقير، انا عارف الفقير كيفاش عايش، حاس به فهمتيني. اما انت يا الكلب اللي واخد 200 درهم وانت اللي مصيفط اختك تولي شيخه ولا انت تكبر عليك باش تنوض تعرف عباد الله وتعرف سيادك وتنوض تشرى عباد الله، وانت بدربكم بدربكم وما مهنيش الناس بدربكم بدربكم وما مهنيش بدربكم باش كتسالي معايا حادي خواتات الدريات كاملين وخصك ما حاضيهاش والدرب على قدو هذيك اجي هذيك السعيده فين غادا؟ اجي ايمان فين غادا انت؟ سعيده فين غادا انت؟ وخصك سوسن فين غادا؟ ما كتسولش على اختك فين كانت وفين جات، وكتسول على خواتات عباد الله. هادشي هادي الحضيه، هادي الحضيه، كتنسى خواتاتك وكتنسى القيمه اللي عندك في داركم ومقابل خواتات الناس ومقابل ولاد عباد الله. شنو في حياه امك شنو كدير انت في الحياه ديال امك ديالك يا القود؟ شنو كدير؟ غتبقى امك دائما قود وغتموت انت قود من الاخر. هذا هو الفرق. اذا هذا هو عادي الميلودي. انا خويا كنجيك فاص، انا انسان، انا كان انا عدويا سعايا. انا هادوك الاخوان دوك اللي نايضين وبالدين كيتخلصوا، قال رسول الله قال تعالى قال أنا وعن ابي هريره رضي الله عنه وعن وهادشي هذا ما خصكش ديرو. هادشي كتقولوا لما كتقولوا كتقولوا الادسنس باش يدبروا عليك وباش كيعجبوني دايرين ثلاثه اربعه القنوات اربعه ومن شافوا الفلوس كاينه ولا كل جوج سوايع يديروا فيديو كل جوج سوايع وكتكذبوا على ولاد الشعب يا ولاد الكلاب. بقات هي بقات في ايوا انتوما هما اللي انتوما هما اكبر منافقين في العالم هما انتوما. هذا هو الفري. لا هضروا وهضروا، انا كنهضر خاصكم تهضروا على ولاد الشعب، هضروا على ولاد الشعب، هضروا على ولاد الشعب صافي. زياده هضروا في الزيادات، هضروا في كل شيء. راه حنا مغاربه، حنا راه ما جيناش من ما نعرف فهمتيني، حنا راه مغاربه، حنا كنخطبوا، عندنا الشعار ديالنا هو الله والوطن والملك، عندنا ملك ديالنا سميتو محمد السادس، سالت الحفله، هادشي اللي كنعرفوا في هاد البلاد السعيده، عندنا الله هو الاول، حنا ولاد الشعب الوطن ديالنا كنموتوا عليه اللي هي الارض ديالنا الوطن، وعندنا الملك ديالنا، هاد ثلاثة د الناس هما اللي كاينين، حنا راه ما عندناش 200 درهم، وعندناش غنشريو لك دار، ولا ما عندناش حنا راه غنخدموك ولا غنخدموا لك ولادك باش ندبروا عليك باش ترشحنا باش ننجحوا باش نخوروك في الاخر، هادشي اللي وقع لكم اخوتي، شي شنو وقع لك راه هادشي هذا هو الواقع، هذا هو الواقع اللي كنقول لكم راه هذا هو الواقع. لان الانسان اللي غيبغي يعيش في البلاد ديالو خصو يحترم الوطن ديالو، الله سبحانه وتعالى هو الاول، والوطن ديالو يموت على قال لك موت على ولادك وعلى على بلادك. هذه معروفه هذه القضيه هذه فهمتيني. هادو هما جوج حوايج، كاين الله هو الاول، كاين الوطن اللي هو ديالك، وكاين الملك الله ينصرو لينا والله يطول في عمره والله يخليه والله يشافيه. هذا هو الفري. لان مسكين ذاك الملك ما دار ما الله يعمرها دار، لقيته الله يعمرها دار، وليت وكت ع كلشي باغي ياكل، كلشي باغي يزيد، وكلشي باغي يدير، وكلشي باغي يفعل، وكلشي باغي يطر. مالكم على هاد السعايه يا ولاد الكلا؟ ونوضوا تخدموا، ونوضوا تخدموا يا مساخيط الوالدين. انا راه هذا هو عادل، راه ما عندكم ما غديروا، هذا هو عادل الميلودي فيفا الرايس. عيا من 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 القصر الكبير نموت عليكم، اعطي العصير في كاس كبير، كاين هذاك الشيء اللي كاين. تحيه لعادل، تحيه اعطي الكلب، تحيه رحام احمد الفار، خويا الفار الله يكبر بك، انت راه حيدي المهم ولاد كلاب، واولاد كلاب اخوتي راه ماشي رجال، راه والله ما رجال بالله. راه انا هكا غنهضر، انا شوف انا سبوني عايلو نجح حمار حمار كلب كلب. شنو بغات تقولوا علينا؟ بغيتي تقولوا لي الحمد لله ربي عاطيني كل شيء، ما خصني والو، عندي صحتي الحمد لله، كنجري على راسي، راني كنجري على راسي، عندي الشيء اللي كنتمناه في الحياه ديالي، عندي ما خصني حتى شي حاجه، راه ماشي انني مخصوص كنوض نهضر على شي وحدين في اليوتيوب، هذوك راه كينوضوا هضر مخصوصين، خاصهم فلوس وخاصهم اللي دوز ليهم وخاصهم بزاف ديال الحوايج، حنا ما مخصوصين، حنا ما خصناش داك الشيء، حنا ما خصنا والو، حنا الحمد لله عايشين بكرامتنا، عايشين بعزنا، ونهار نموتوا تجي الديباناج هزنا، ما عندناش كندي والله ما كرهتش تكون في الحكومه سيمو جي بي. اشوف اخويا انا ما عندي ما ندير بالحكومه، ما نقدرش على الحكومه، ما
هذا هو الواقع. انا ما كنهضرنيش انا، انا الحكومه انا كون عطوني اعطوني اعطوني واحد يخليوني نمشي للبرلمان نهضر عام مره وحده، عاي خليوني نمشي نهضر من منتيني نمشي نهضر عاي مره وحده صافي ديال الله. سلام غزال، الله يكبر بكم هانين. ها انا نديرو ديال الفوطو تلو والله يا ودي فوطو والله يفاه رجال الدرك الملكي السيفي تصوروا معنا هذه الطريق ديال الله يعمر لهم الدار داكشي ديال الله زايد اخوتي ديال داكشي ديال الله. مرحبا مرحبا تحياتي العادي والموت عليك مرحبا الموت عليك تشكروك اخويا الموت عليك الموت عليكم الله يكبرك لا لا هاني هاني الموت عليكم بقاو خوتي بقاو معايا بقاو معايا بلاتي باش نزيد. مرحبا وديما تحيه خالصه رجال الدرك الملكي الموت عليكم هاك اسمعني سيدي الله اجي اسمعني اجي اسمعني تحيه السعاديين مرحبا مرحبا الف مرحبا الله يكبر بكم الله يسلمك ديما دوي كساتك راك نسى تما سيدي الله دير لنا شي حاجات نايضه راه خير سمعت ديال البارح شنو قلنا المهمات المهمات دير المهمات دير المهماتي دير المهماتي عادي الميلودي المهماتي دير المهمات اجي تفرج ليا هذاك الشيء راه ديال الله يلا سيدي الله هادي هضر هذا سيدي الريفاوي كريم خويا كريم الريفاوي باش عرفني انا راجل باش عرفني انا خويا كريم الريفاوي باش عرفني انا راجل سول عليا اختك سول عليا اختك ونقول لك واش انا راجل ولا ماشي راجل سول عليا اختك ولا سول امك ولا سول اللي بغيتي شي باش عرفني راجل عليك هو انني انا كنوض كنهضر بلاصتك وبلاصت امك وبلاصت اختك هادي باش عرفني راجل دي اولا ثاني حاجه باش عرفني راجل عليك هي ان كون جر مختك راه جرباتني امك انا ما وقال امك ما مشيتش مع لا لا محال خصك المهم راه داس يلا سي خي كريم الريفاوي اه راك عداوي راك عداوي خاوي يلا سير ترجل دابا انت نهار ترجل انت غنترجلو كاملين والحمد لله لقيتيني راجل على امك وراجل على اختك وراجل على حتى بوك بوك لقيتيني راجل عليه حيت انا واحد الانسان كنوض كنهضر نيشان يا ولد الكلب كريم الريفاوي انت هو كريم الريفاوي يلا سير الريفاوي عندك تقول لي انا حيت الريافه راه بزاف عليك الريافه بزاف عليك عندك تقول لي انا ريفي حيت الريافه واعرين عليك الريافه اقسم بالله العلي العظيم نهار تمشي لك مليار ديال الفلوس في الريف في الحسيمه ولا في الناظر في الحسيمه ولا شي كيما واحد خيتي قالت لك نسى الذهب ديالها في واحد البلاصه في الحسيمه نسى الذهب ديالها وما يزيد على واحد 11 مليون ديال الذهب نساتو واحد الله يصنادت مشات جات لقاتو عند مول القهوه لقات الذهب ديالها عند مول القهوه كون كان شي بلاصه واحده اخرى من غير الريافه الله تينزلوا عليه بالله هذا راه هو نورمال حيت 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 مسكين سميتو الزفزافي قال لهم راه بغينا حكومه وبغينا بمستشفيات وبغينا مؤسسات وبغينا مدارس وما عطاو 20 عام ديال الحبس هذا حيت ريفي فهمتيني هذا حيت ريفي انا بغيت نعرف انا باقي الان بغيت تدخل لي الراس 20 عام ديالاش قال لك اسيدي ديال الجامع هو شخص الامام بغيت نعرف هاد خينا شنو دار واش قتل الامام واش قتلو ولا شنو قال شنو هادشي راه ما دار والو هذاك السيد السيد الانسان كيقول لك لا انفصالي لا انسان كيبغي الملك ما عنديش قال لهم قال ما ما, ما عمره ما عار الملك قال لهم انا عندي ما الحكومه ما مزياناش الهضره اللي قال راه معقوله علاش تعطيو هاد 20 عام مثلا لا 20 عام نقول لكم علاش لان اليد الكبيره هي اللي كتحكم ديك الساعه ماشي اللي كنهضرش على الملك الله يحفظه الله ينصره مسكين ما فراسو والو ما شي سيدنا والله ما يدير هذا الشيء هذا عقلت له واحد خينا كان في هولندا واحد خينا جا خشى واحد الورقه للملك في جيبو دير لي بحالك ويقول لهم الملك جيبوه عقلت عليه وهكا وغادا ضحك معاه وصيفطو في حالاته اش فهمتيني هذا راه هذا بحال هاد بحال هاد سميتو الزفزاف راه مسكين اقسم بالله الملك ما عارفش حاجه ما عارف والو ولكن هما داروا اللي بغاو راه صافي دابا انا فانتينا انا راه شوف انا واخا تبقاو تحاربوني حتى لبعد غدا في الصباح انا راه كنقول لكم راه هضره الفري انا ما على بالي بوالو الحمد لله ما عنديش المشكل مع الحياه ما عنديش المشكل حتى شي حاجه بخير وعلى خير الحكومه ديالنا ديالنا كامل حنا مغاربه الحكومه ديالنا ما 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 ما, ما خداماش لينا هذا هو الواقع كاين شي وحدين شي وزراء الله يعمر لهم الدار اطيب خلق الله وزراء وما عجبهمش الحال وطالع لهم الدم بزاف اقسم بالله نقول لكم الهضره اللي كاينه وزراء برلمانيين معارضين ما عجبهمش الحال ديال هذه الحكومه الجديده ما عجبهمش هذا الشيء اللي كيديروا في هذه الحكومه لانه هما
براسهم بقاو فيهم ولاد الشعب. اقسم بالله راه كاينين اي واحد الخمسه تما في ديك الحكومه، كان واحد الخمسه راه هما اللي دايرين هذه البلبله كامله. ثقوا بيا وانتم راكم عارفين شكون انا، ماشي شغلي فيهم يديروا البلبله ولا ما يديروش البلبله، لان هذيك حياتهم هذيك، وانا ما عندي معهم حتى مشكل. الله يعمر المنظر، انا واحد الانسان مع ولاد الشعب. كنهضر على الهاشتاغ 7 دراهم المازوت، 8 دراهم ليسونس، راه انا معاهم. وباقي الان الاسعار بزاف نقصوا من الاسعار، انتم زايدين في المطيشه وزايدين في البطاطا وزايدين في الفول وزايدين في الربيع وزايدين في النعناع وزايدين في الكاميرا ديالنا هنا. انا اصلا هنا في, 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 في العاصمه ديال الغرب هنا في قنيطره، الحمد لله الفلاحه موجوده، الزرع موجود، الخير موجود، الديسير موجود، كل شيء موجود في البلاد السعيده، وكل شيء غالي. علاش؟ علاش هادشي كلشي موجود؟ علاش هادشي كلشي غالي؟ اش غتقول لي الحرب؟ حنا مالنا ومال الحرب؟ مالنا ومال الحرب؟ اش هي الحرب؟ اش الحرب كتنوض دير كتلوح الماء وتبقى تقد في عباد الله؟ الحرب؟ لا راه ماشي شغلنا بشي حرب، الحرب ديالهم هما، الحرب ديال اوكرانيا مع ما نعرف، والله ما عرفت شكون اللي محارب. انا ما عرف وما باغيش نعرف من الخير، انا ما عنديش علاش نعرف من الاخر. واش فهمتوني اخوتي؟ راه هذا هو الفري. اذا من هذا المنبر كنقول لهذوك السعايه، وانا كنرجع لكم وكنعاود نقولها لكم وكنعاود نقول لهذوك بلاتي شهادوا، قال لك هذا واحد قال لك سير قلب لي الزامل، هذا ميس هذا. ها خويا راه اختك هي الاولى بعدا قلبت عليها، لقيتها بعدا بواحد الدريبه سمعتيها ميس، اختك هي الاولى قديت لها العيوط قديتها مزيان، فهمتيني الكيدار يا الله اش قبلتيني. هاد خصك هي الاولى، امك ما نعرف راك راه دا ساهيه، بوك راه كان كيعطيها قبل ما يتزوج بامك، وانت راك ماشي راجل لانك انت عسعايه ود القحا. يا الله شبيتي ود القا، تقلب عليك امك عاقه وبوك عاقه تا هو واد، بقا واد امك راقه حمامه. المهم القح حمامه راه امك هذيك. ايوا اش بغيتي الكلب كتقلب على الصداع؟ تبعني انا نحيد لامك العروق ديال السول ديالك، نحيدهم لامك هي الكلب. يلاه زيد لامك، تبعني انا تبعني الكلب تاعبك والله يا امك تنعذبك. كي جيتك عادل صراحه دار رزقو من عرق سافو، ماشي بحال شي وحدين سعايه. هذه مع خويا جلال ديما ماروك جلال. خويا جلال الحمد لله درت رزقي بعرق سافي. خويا جلال نو عليك صباح الصباح، كلام الحقيقي وكان كيعجبني الكلام الجميل. رزقي درته بعرقي هذا، ضربت عليه تماره من صغري وانا كنتعذب، نعس في الزناقي، غسلت الكيس، درت كل شيء. اي حاجه اللي انت اللي ماشي راجل اللي بتقول لي باش تكون راجل، جاوب باش تعرف عادل كيفاش بدا، فهمتيني؟ عادل بدا بوالو، عادل نهار دخل قنيطرة دخل بسروال بلا كارسون، فهمتيني؟ اقسم بالله ما بقدرش، راه ما عنديش الكارسون تحت، يعني عندي سروال شاري من الجوطيه ب 300 دريال ديال العرايش، باش شاري سروال انا ب 300 دريال، 300 ب 15 درهم. الشيء اللي كنقول لكم انا في 91 1991 فهمتيني، شريت تما وجيت خرجت وخرجت وسالت في الترانات ودبرت على راسي وقفت وخدمت وجمعت ولقيت مرا والحمد لله، ولدت وليدات زوينين ونجحوا دابا كلشي، نجحت في حياتي ولادي نجحوا كلشي معزاز مقرر، ما عنديش غرام ديال المشكل، غرام ديال المشكل ما عنديش. هذا هو الواقع. الواحد خينا كيقول لك وراه صاحبك المزقيطي راه كاري فران، بالعكس انا بالعكس راه صاحبي خويا نبغيه يكري فران ويكري، بغيت يدير يكون ديالو. انا بغيت يكري، بغيت يكون ديالو، علاش غيكري؟ يكون ديالو هذا هو، يعيش الحياه السعيده وطن من طن. انا راه زعما اش كتبغي تقول لي انت داك خينا راه ولا انا راه ولدي 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 شي ولدي. دابا خديت لي طوموبيل دابا 4 ايام 5 ايام باش خديت لي طوموبيل، خديت عليه 30 مليون بي ام سيري 1، خديت عليه 30 مليون معزز بكره. علاش؟ حيت نجح في الباك، فقط انه نجح في الباك، لان انا وعدته قلت له ولدي تنجح عندك طوموبيل معزز، الطوموبيل اللي بغيتي، وخدا الطوموبيل اللي بغا وجديده وموديل 2022 معززه مكرمه. يلاه يلاه لا ماشي هي موديل 2020 ولكن مدونه في 2022، فهمتيني؟ هي المانيا، فهمتيني؟ ها هو معزز مكرم. اذا هذا عادل الميلودي الحمد لله، حتى الا خدمت حتى درت شي حاجه انا راه ما كافياش العياقه باش نزيد لكم شي حاجه. بدا يبين لينا وبدا راه ما كان بان ما كان عيق ما حتى شي حاجه. الانسان عاد واش ولد باب الله، فهمتيني؟ تربى رجليك نربى رجلي معايا، وناكلوا اللوبيا ناكلوا العدس ناكلوا اي حاجه، لانني انا فري. انا بديت بهذا الشيء هذا، بديت بالعدس وباللوبيا بالسريدينه ديال الدرهم. ديك الساعه كنا كديروا سريدينه بدرهم مع نصب 10 هي 30 مع شويه الحرام، المهم 2 درهم راه كتضرب كاسكروت ناضي
كاسكرو تناضي بجوج درهم داكشي وعايش حياة سعيدة وعشنا معاهم وكبرنا الحمد لله كبرنا الكساف وكبرنا ولادنا وكبرنا المشروع ديالنا وكبرنا كل شيء وانتم اشنو درتو؟ ها هو عادل الميلودي مسكين بدا بالحياة ديالو درجة درجة تا درجة درجة ما سرقنا ما سعينا من المصيبة فاش نهض عندي المشكل وشحال من واحد لقيتو كيسالني شحال من واحد قال لك سرقتيه طوموبيل واحد خينا قال لك راه دالي 300 مليون واحد خينا قال لك مشات ليه 7 المليون واحد خينا قال لك راه مشات ليه طوموبيل من الامارات واحد خينا قال لك وتا راه مصيبك على شنو داروا ليا يا خويا شنو داروا ليا يا خويا وشنو داروا ليا هذا من عند عادل هادشي كامل هذا الحق كامل فيكم اصاحبي واش هذا الحقد كامل فيكم عند عادل بغيت نعرف انا شنو دار لكم بغيت غير حاجه وحده تقدروا تقولوا لي عادل شنو دار لكم واش تقدروا ولا ما تقدروش ما تقدروش راه خوتي راه نتوما فاهمين مزيان انا على من كنهضر فاهميني مزيان فهمتيني لان دائما كنقول لان ولاد الشعب الحقيقيين راهم خدامين على راسهم وما عندهمش غرام ديال المشكل فهمتيني مدبرين على راسهم وما عندهمش غرام ديال المشكل هذا هو الواقع الانسان اللي كيكون مدبر على راسو صافي راه بخير وعلى خير وما عندوش غرام ديال المشكل من الاخر هذا هو الواقع اذا هكاك عادل ميلودي عادل ميلودي واحد الانسان خدم على راسو دمر تكا جريت وجريت سببت وداويت درت العالم الثالث ما عنديش غرام ديال المشكل اذا انت فين عندك المشكل انت فين عندك المشكل انا بديت برديت من الزيرو لا ولا سمعتي بالكلام الحقيقي الكلام الفري الكلام الحق الكلام ديال الحق كتشوفوه كتقراه كتشوفوه من عند الناس من عند لي فانز زوينين لان بنادم كيهضر بالحق خلينا من بوزبل وانت ولد الشيخه وانت احمر وانت ماشي راجل وانت عدوي خاوي وانت انا الحمد لله انا لا دويت خاوي فانني انا كنهضر في العامر اللي كنت ما كنهضرش عليه على راسك كنهضر عليك انت كنفيقك يا الكلب كنفيقك لانه انت مخور انت ووالديك وقيمك على راك مخور فهمتيني اما اللي فاهمي الوضع فاهمي مساكن معايا وكيقول عادل كمل اخويا عادل ما لقيناش اللي يهضر علينا هضر اخويا عادل من حقك تهضر اخويا عادل شي المشكله اللي تحياتي اخويا عادل الرجل ولا الحمد لله الحمد لله اخويا العزيز الله يكبر بك سير اعترف غيب ولادك هذه هند وهند الورداني شكون خصها مثلا غير نبغي نواصل ما تقدريش تكوني انت بنتي هين الورداني انت راكي بنتي سولي امك فهمتيني هذه تقدر اين ولاد فيهم شكون هو هذاك ما لقاوش ليه بو هذاك اللي قال لهم انا ولدي راه ما لقاوش ليه بو الحمد لله بالمحكمه بلا دي ان ديال العالم ما لقاوش ليه بو هذيك خيتي امها زانيه هذيك خيتي امها زانيه ما عندي لا امها زانيه راه هي قاسه واكله شاربه معززه مكرمه شنو بغات الحمد لله امها زانيه موازنية وش عندي اللي أنا يلا أختي الأول يلا أختي يلا هند يلا أنتي دابا بنت من أنا الحمد لله عندي وليداتي معترف بهم وبخير وعلى خير وأنتي يا بنت من يا بنت القاع يا بنت العايرة يا تبوك ماشي هو والله نتحداك إلا كان هذاك بوك والله تنتحداك يا الله الورداني هضري يا هضري يا العايرة هضري هضري على أمك ما لقيتي ما بغيتي تبقى فيك داك عزيز بغيتي تدبري راسك ما سيري ضرب لامك السوا مزيان يحيد لك المشاكل ديالك سير حتى هو راه خاصو ما عنده ما يدار حتى هو خاصو يضرب عنده مع الجنب عنده مع الجنب عنده مع الجنب هو نجي معاك هذا سفيان صاحبي كتجي معك حلايقي كنت حلايقي واحد النهار كنت حلايقي وكنت خدامه معايا اختك راه اختك هي اللي على وجهها خدمتك انت على وجه اختك خدمتك عقلتي على الدار على وجه اختك خدمتك حلايقه يا الكلب شيش يلاه سير الحلايقي اجي معاك حلايقي قال لك كتعجبوني يا خويا عبد الهضري ونوض يا ولد القحبه نوض هضر على نوض هضر على والديك ونوض هضر على راسك نوض ولا لقيتيها طايبه اختك كتعطيك ما عند امك نفس ما عندي ما ندير لك هذا هو الواقع ما عندي ما ندير لكم كاملين انا راه كنقصحكم من الاخر انا هو القاصح ديالكم انا هو القاصح الحقيقي كنعذبكم يا خوتي كنعذبكم نور الدين الرحمن الله يكبر بك نصر الدين الله يكبر بك خويا نصر الدين نور الدين الرحمن الله يعطيك العز الورد من عندي عليك الله يعطيك العز نحبوك ونعزو خويا محمد الله يكبر بك بعادير خويا جواد نموت عليك تحيه من خاخصه مرحبا خويا جواد المرضي ميمتو مصطفى الرشيدي قود اختك انا هو قال لك قال الرشيدي سميتو مصطفى الرشيدي قال لي انا قود اول حاجه باش نعرفك باش تعرفني انا كيشوفوني الناس بحال هكا عارف اني رجل عارف اني انسان حقيقي عارف اني انسان الله يعمرها دار عارف اني ماشي نصاب عارف اني ماشي كذاب عارف اني الله يعمرها دار ما عارفينش مصطفى الرشيدي بانه اكبر قود ديال امو وديال اختو يا الله خير مصطفى الرشيدي
خويا مصطفى الرشيدي اكبر قوه ديال امك وديال خصك انت ماشي راجل اول حاجه والله انت ما راجل انت اكبر قوه في العالم فهمتيني وانا على يقين مصطفى الرشيدي باينه يكون عندك شي دريري وداك الدريري شي شكون بوه راك انت ماشي بوه غير باش تعرف هذه القضيه سير شوف شكون بوه هذا هو الفري ولا 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 ما عندكش دري شوف انت شكون هو بوك انت يا القود الكبير يا الله القود كتقلب على صداع يلا سير القود حتى انا كنقلب على اللي بحالك يلا الحمد لله بخير عندي وليداتي وعندي طالع الحياه السعيده معزز مكرم ما عارفيني ديوتي ما عارفيني كنعطي ترمتي ما عارف دجاج عارفين هذه الرجوله من الطفوله ما عليكم حتى بعد غدا في الصباح سمعتي اخي مصطفى الرشيدي القود القود انت قود يلا بابا انت بغيت بحالك مصطفى الرشيدي قود مصطفى الرشيدي اكبر قود في العالم كي جيتك اوكي جيتك اخي مصطفى وندمتي علاش كنتي السلام عليكم كي دايرين هانيين الله يكبر بكم لحقتكم فين شادينا ها تري نيتو ساليت داكشي ديال الله الله يكبر بكم مرحبا زيد زيد فهمتينا اخي مصطفى الرشيدي غادي غادي ودي معاك هادي كتقلب امك على ما دي المال يلا دي لوالديك هذيك تاهي يلا خلا ديال المهمات معلم باش تعرف غير راه كاين ترى كاين دوري جيت باين عندك مع المهمات صافي وي هاكا هاكا زيد اخويا زيد عبد الله خليه يدير هادي بعدا انا مسي عليك مرحبا بارك الله السعدي كل شيء ديال الله كل شيء ديال الله ومرحبا الله يعطيكم العافيه مرحبا السعدي الله يعطيكم الصحه سير نصوركم سير دابا بلي سير صور انتم ديال الله كل شيء ديال الله كل شيء ديال الله الله يحفظك ليا سير الله يعطيك مرحبا راك عزيزه وصل ليا في المهمات انا راني كل شيء ديال الله سير الله يحفظك ليا الله يعطيك الصحه والراحه يا الله خوتي هذا مرحبا هادو الدراري ديالنا الله يعمر لهم الدار ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون كل شيء مزيان كل شيء غادي يكون تحياتي من عرباوة المتلازمة ديال عرباوة تحية من تحياتي عادل من ايطاليا خويا عادل انا رضا محب الميلودي الناس استمارة وحتي خويا رضا القيسي الله يعطيك العافية خويا رضا هذاك حيدوا لك السب هذاك يحيدوا لك السنة محمد الزواغي محمد الزواغي سب هذا كيحيدو لك السنه شكون هذا اللي حيد شكون هذا اللي غنسب انا كنسب امك انت بعدا انت الاول سب امك ونبهدلها جا حيد لي انت السنه شكون هذا لا الرجال ما كنسبهمش حيت هذوك الرجال كاينين شكون هذا كاين شي واحد تعدى عليا انا شي واحد تعدى عليا انا وهنيتو كاينه وحده اللي تعدات عليا فاطمه البقره هي اللي تعدات عليا وما غنهنيهاش وحده شكون مازال شكون هذاك هضر على كرك يا الخرا هضر على راسك تا هذاك شوف شكون انت عاد هضر عليه هذاك شكون انت يا الكلب هذاك تهضر على هذاك حيد لما انا حيد لامك السروال نحيدوك انت نيشان يلا سير الكلب سير يا صاحبي راه قال لك سيدي محمد الزواغي الله تكون جيت تكون زوغت لامك الهوه ديالك نزوغها لك الرجل الميلودي قالتها لي جليله دانهاك هولندا اختي جليله الله انت الوحيد من الفنانه اللي رجوله كل شيء ديال الله خويا ازبيك محمد الله يكبر بك وسلم لي على اختي جليله واحلى جليله وزيد هذا الفنان هذا اللي كيهضر معكم دابا اللي هو عادل عادل هذه السعاده راه ماشي فنان السعاده راه من ولاد الشعب واحد من ولاد الشعب فنان راني فنان بوحدي فنان راه في الغناء راني فنان وفي الكلام الحمد لله كنكسب راسي ونحر راسي وندير كل شيء لراسي ونخرج راسي ونبدع راسي وعندي كل شيء لراسي الحمد لله هذه فنان بوحده ولكن دابا انا مع ولاد الشعب انا اللي غايقول لي شي حاجه غنبهدل مو غنعذب الكلب تاع بوه من الاخر يا الله كي جيتك يلا وجيد نجي انت جلس نحيد لامك السروال مشى السنة بو عادل خويا رضا الله يكبر بك خويا رضا محب عادل الميلودي عادل كتسمع الاغاني ديالك كل نهار في فيرجينيا امريكا راك فنان عزيز الله يحفظك خويا جلال ديما ماروك جلال خويا جلال الله يحفظك خالد الزيت الرجوله خويا خالد الزيت الله يكبر بك ديما الرجل تحيه نضاليه لك من سبت قنيطره حاكمة العالم محسن مرحبا وانا طرح حاكمة العالم انا كنعرف فاسلي حاكمة العالم
المهم قنيطره هي داخل مع وليدات حلال الله عمر لهم الدار. هذا هو الواقع. ولكن فاس كتبقى دائما حاكمه العالم وفاس مدرسه. ملي كتسمع فاس حاكمه العالم ماشي انها راه لان فيما تمشي كتبقى فواسه وفيما مشيتي كتبقى فواسه كتبقاوهم رجال الحمد لله. مشيتي لطاليان كتلقى رجال، مشيتي لهولندا كتلقى رجال، مشيتي لالمانيا كتلقى رجال، فيما مشيتي في العالم بقاع العالم كتلقى فواسه. داكشي اش كنقول لهم فواسه مدرسه والحمد لله فاس حاكمه العالم. هذا هو الفري، انه الفري يا سيدة خوتي. طلع له 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 طلع له. مالك اصلا كدوخ اولدي؟ مالك كدوخ اولدي؟ مالك؟ الله يا خي الله يا خي. صافي نمشي وياك خوتي. سمحوا لي الله يكبر بكم لعبتكم. المهم اللايف راه سالينا هنا. انا بعدا كنموت عليكم وتسناو اللايف ديال غدا ان شاء الله مع لونطريمون ثاني. لونطريمون اللايف العقل السليم في الجسم السليم. نموت عليكم ونموت عليكم حتى الصباح. ولاد الكلاب قابلوا خواتاتكم وقابلوا بواتكم ومواتكم. ولاد الناس راني كنموت عليكم وانتم عارفين والحمد لله اللي هما ولاد الناس هنا كاينين 99% وذاك واحد ماشي حتى في المية 0.0% هذاك غادي يموت يخبش. هي تمك عذاب واختك ماشي مرا وامك ماشي مرا وبوك ماشي راجل من الاخر. وهذوك الرجال اللي كنعرفهم انا راكم كاملين. وكنموت على الشعب المغربي، كنموت على الدراوش، كنموت على الفقراء، كنموت على ولاد الشعب الحقيقيين. موح عليكم حتى الصباح. وعاش الشعب، وعاش الملك، وعاش هادي الميلودي. صحة وراحة. موح عليكم.